مخططاتها. استاذه دالي اهلا بيكي. اهلا بحضرتك وعزائي الكل، يعني المصابين والذين فقدناهم بسبب الاحداث الارهابيه اللي احنا بنحاول نحاربها في الخارج والداخل. طيب الدور في الخارج مهم جدا، هل استطيع القول، لمست من تصريحات قاده جماعه الاخوان اليوم انهم فشلوا في جنيف في اجتماع حقوق الانسان المتعلق بمصر، هل نستطيع ان نقول اننا نجحنا؟ استاذ وائل، فعلا بكل معنى الكلمه، ما حدث اليوم هو نصر تاريخي لمصر، وانا لا ابالغ اطلاقا بان اقول انه نصر تاريخي. هذه اول مره يكون الوفد الدبلوماسي الرسمي الذي يمثل مصر بهذا الترتيب وهذا التألق في عرض وجهة نظر مصر وفي عرض وحتى في الاعتراف بما لدينا من مشاكل. يعني الوفد بدأ بأنه يعترف أن احنا لدينا مشاكل في 1 2 3 ونعمل الآن على حلها. الكلمات كلها كانت مرتبة. أنا مش شايفة أن في أي حد من الذين تم استدعائهم يعني من السادة المسؤولين اللي تحدثوا النهاردة على سبيل المجاملة مثلا زي ما تم بيحصل زمان، بالعكس كل واحد فيهم كان ليه دور، كل واحد كان بيتكلم في مجال تخصصه بالظبط، فده نقل عننا صوره ايجابيه جدا. على الجانب الاخر كان طبعا عدد ضخم جدا اللي طلبوا الكلمه، 125 دوله طلبت التعليق على ملف مصر لحقوق الانسان، كان ده عدد ضخم مقارنه مثلا احنا في 2010 الدوره اللي فاتت كان حوالي حاجه و50 دوله، 51 او 52 دوله، فده يعكس قدر الاهتمام الشديد. بعض الدول اللي كنا متخوفين من تعليقاتها كانت تعليقاتها ايجابيه جدا زي قطر مثلا، والحقيقه كلهم يعني انا مش شايفه قطر قالت ايه. قطر قالت ايه النهارده يا استاذه دالي؟ انا استعرضت السعوديه والامارات واليمن وحتى الجزائر ايدتنا، كل الدول العربيه يعني الا تونس طلبت يعني نشدت، وتركيا، تونس وتركيا، تونس بس تونس برضو كانت في اطار المطالب زي ما حضرتك ذكرت في الاول، لكن تركيا هي اللي يظهر ان التاريخ عندهم بدا فيما بعد سقوط الاخوان، حتى ان السفير هشام بدر يعني رد عليهم رد افحمهم، قال لهم بمنتهى البساطه يبدو، قال لمندوب الوفد يعني يبدو انك اخطات الطريق، احنا هنا في اليو بي ار وبنراجع 4 سنين فاتت مش بنراجع السنه اللي فاتت بس. يعني ده كان لمراجعه اوضاع حقوق الانسان في 4 سنوات مضت. 4 سنوات مضت بالظبط. بما فيها حكم الاخوان حتى سنه الاخوان يعني. بالظبط. طبعا وكل من اول 2010 لغايه 2014. الكل اشاد بحاجتين مهمين جدا، اولا ان مصر ما زالت مصممه انها تسير في خريطه الطريق رغم في استكمال يعني خريطه الطريق رغم كل المعوقات اللي بتقابلها ورغم كل الظروف الغير مستقره. النقطة الثانية اللي الجميع أشاد فيها برضو وذكرت في كل الكلمات، إن إحنا بقى عندنا دستور بيحترم حقوق الإنسان بهذا الشكل وهذا الجمال اللي موجود في الدستور الحالي بتاعنا. النقاط اللي أثيرت كثيرا تقريبا من كل الدول علشان يتم تعديلها كانت بتتلخص في كام نقطة، أهمهم أوضاع المرأة المصرية، دي تقريبا الكل تحدث فيها في 125 دولة. كمان مسألة عقوبة الإعدام، يعني هما ما اتكلموش عن الإعدام الجماعي وكده، وده كان ملفت للنظر مع إننا كنا متوقعين إن هما يتكلموا ده، هما اتكلموا على عقوبة الإعدام وقتها أصلا، لكن الحقيقة السفيرة منى عبد اللطيف ردت في كلمتها وقالت يعني إحنا في 50 دولة في العالم المفروض إن هما متقدمين عننا ديمقراطيا وغيره، لسه ما حققوش حاجة في مسألة عقوبة الإعدام، فما يعني ما اتكلموش مصر في ده دلوقتي. على النقطة الثالثة اللي ذكرت كثيرا برضو كانت ليها علاقة بالقوانين زي قانون الجمعيات وقانون التظاهر، وكان شيء لطيف جدا انه ذكر بوضوح اما في الاجتماعات الثنائية اللي حصلت في اليومين اللي فاتت او الايام يعني اللي فاتوا او النهاردة، انه بالفعل خلاص في تعديلات بتتم على هذه القوانين، وان بالنسبة لوضع الجمعيات الديدلاين اللي كان محطوط ان هي لازم توافق اوضاعها يوم 10 والا يتم غلقها وكذا لن يحدث وسيتم